في مفاجأة صاعقة هزت الوسط الفني، أعلن الفنان الأردني الشهير النجم الشاب الذي لمع اسمه في سماء الفن العربي بعد مشاركته في برنامج ستار أكاديمي عن قرار صادم: اعتزال الفن نهائياً. نعم، هذا ما كتبته يده عبر منشور مفاجئ على حسابه الشخصي في فيسبوك، دون أن يقدم أي تفسير أو توضيح حول دوافعه لهذه الخطوة التي تثير الكثير من التساؤلات. لكن هل هي النهاية حقاً؟ أم أن وراء هذا القرار الغامض خبايا أخرى؟ من نجم صاعد إلى قرار صادم، لا يمكن لأحد أن يتوقع هذه الخطوة من محمد قويدر الذي كان قد حقق شهرة واسعة في السنوات الماضية. فمنذ انطلاقته في الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي توجهت الأنظار إليه سريعا. أغنياته الخاصة مثل يا أردن يا غالي، غلطة عمر، وراح بك تبك كانت تسمع في كل مكان وحصدت نجاحات ضخمة جعلته أحد أبرز الأصوات الشابة في الساحة الفنية. فماذا حدث له فجأة ليقرر أن يتخلى عن حلمه بهذه السرعة؟ ما الذي يدفع فنانا في أوج تألقه لاتخاذ قرار كهذا؟ التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي كان شديدا، والآراء انقسمت بين داعمين لقرار الاعتزال وبين مشككين يتساءلون لماذا وما السبب وراء هذا القرار المفاجئ. فهل كان الضغط الفني والتحديات الإنتاجية التي تواجه غالبية الفنانين الشباب السبب، أم أن قويدر يعاني من ظروف خاصة دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة؟ الواقع المؤلم الذي يواجهه فنان برامج المواهب: العديد من التقارير النقدية الموسيقية تتحدث عن المعوقات الكبيرة التي يعاني منها خريج برامج اكتشاف المواهب. منذ ظهورهم الأول على الشاشة يواجه هؤلاء الفنانين تحديات ضخمة في ظل سوق غنائي لا يعترف بالنجومية السريعة. فبرامج مثل ستار أكاديمي قد تمنح الشهرة، ولكنها تفتقر إلى الدعم المستمر بعد تلك الشهرة الأولى، ما يؤدي في النهاية إلى اختفاء العديد من المواهب. فهل كان محمد قويدر ضحية لهذا النظام؟ بعض النقاد يرون أن المشهد الفني الحالي لا يدعم بقاء النجوم الشباب ويتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم بعد أن تصطف معاناتهم مع تحديات الإنتاج وضعف الدعم الفني. هل هذا هو السبب الذي دفع قويدر إلى الاعتزال؟ أم أن هناك أسبابا شخصية مخفية وراء هذا القرار؟ ولكن هل هي النهاية؟ لن يكون من السهل على الجمهور تقبل هذا القرار المفاجئ، لكن في عالم الفن حيث تتشابك المصالح والتحديات ربما كان هذا هو الحل الوحيد بالنسبة له. قويدر الذي طالما أمتعنا بأغنياته وصوته المميز يختار الآن أن يترك كل شيء وراءه، وبينما يلوح في الأفق غموض القرار يظل السؤال الأكبر: هل سيعود محمد قويدر يوما إلى الساحة الفنية، أم أن هذا القرار هو بداية لفصل جديد في حياته بعيدا عن الأضواء؟ الزمن وحده سيجيب.